فتره كان عندك هلا من قريب حفله بواشنطن كمان بحضور جلاله الملك، خبرينا عن هذه الحفلة. سعيدة جدا طبعا، رجعت من واشنطن، كان عندنا حفل تكريم جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني الله يحميه، جائزة تيمبلتون اللي هي بتيجي قبل جائزة نوبل، يعني بالنسبة لنا كأردنيين هذا تكريم لنا، جائزة الديانات، وجدا سعيدين بهذا الإنجاز. وأنا كمطربة أردنية تم اختياري لأمثل بلدي، كمان كنت كتير بشعر بالفخر وسعيدة، ويا رب دائما هيك الأردن بشرفنا بكل الأماكن يا رب. طيب زين، هلا أنت ما شاء الله يعني داخلي على السوق بقوة، يعني تاكلي الجو يعني من زملائك الأردنيين، هلا بتبلش هلا المحاربة، بتبلش هلا الأمور تبلش تولع على القصص. والله شوف، أنا مسالمة مثل ما قلت أنت، يعني جد مليش بالقصص، بالعكس أنا بشجع إنه من بلد يكون في كذا صوت كذا موهبة، وإحنا عنا مواهب وأصوات بالجنة. بس تعرفي أنت الغيرة بالوسط الفني والمنافسة، يعني بلشوا يحاربوك؟ لا والله مش محاربة أبداً، بالعكس أنا بعرف إنه جزء كبير بيكون مبسوط لي، لأنه أنا عم برفع اسم الأردن وهم عم بيرفعوا اسم الأردن. يعني عادي بتحسي إنه طبعا هو هذا الشيء بالوسط الفني يعني موجود اصلا. كيف انت عم قصص هاي؟ مبسوط فرحان قوي. لا مش مبسوط، بس انه انا لانه عايش بهذا الوسط من زمان فبعرف. انا فاهمه عليك، بقول انه المنافسه موجوده ايفريوير باي عصر، بس انا بقول شطاره الفنان وذكائه كيف يتعامل مع الامور مش بحساسيه. يعني انت دبلوماسيه؟ يعني مش قصه دبلوماسيه، انا بحب فني وبحب اكون يعني اكفي خيري، يعني ما بحب اعمل قصص، ما بحب القصص. طيب العمل الأخير اللي عملتيه للفنانة الأديرة سميرة توفيق كمان عمل ضجة على الساحة الفنية. عمل ضجة، وأنا كتير مبسوطة بهالعمل، وبعتبر هذا شيء إنجاز كبير إنه سمراء البادية الفنانة الكبيرة سميرة توفيق تعطيني حق إني أغني كل أغانيها. بالمناسبة عم بتم تسجيل أغنية جديدة، هي مفاجأة ما حدا لسه، هي أول مرة بحكي عنها بالأردن، والأغنية كتير محبوبة، وبرضه هيك حاسة إنه رح تعمل جو حلو. هي للفنانة سميرة ولا لا؟ سميرة توفيق طبعاً بموافقتها واختيارها سوا. يعني ما عملتوا شيء مع بعض هيك، يعني مثلاً إنه اشتركتوا بشيء عمل؟ إحنا اشتركنا مؤخراً بعيد الاستقلال، كنا مع بعض في الحفل، إنه نعمل إشي هي شوي صعب لأنه أنا بالإمارات وهي ببيروت، بس اتفقنا إنه إذا هي شرفتنا على الإمارات وزارتنا أو أنا نزلت على بيروت نعمل شيء هيك فيديو حلو للناس كمان تنبسط انه مع بعض. زين، اللي بيقولوا انه مثلا بعض فنانين بيكونوا طالعين بيستغلوا هيك اسماء كبيره، مثلا مثل ما مع يعني فنانين مثلا للفناني صباح، فناني يعني ورده، الفناني كذا، يعني انه بيقولوا انه عم تستغلوا هذه الاسماء الكبيره لحتى اللي تطلعوا، شو ردك على هذا الكلام؟ شوف، هو مش يعني في فرق بين استغلال وفي فرق بين نقل حقبة زمنية، يعني لما الفنان جورج وسوف غنى لأم كلثوم هو نقل أغاني أم كلثوم للجيل اللي ما سمعوا فيها، اللي ما كانوا مولودين. فأنا بعتبر إذا بدنا ننظر لها نظرة استغلال، لا، هي لازم يكون الفنان جدير أول شيء بصوته وبحضوره وبتمثيله لهذا الإنسان واحترامه لإله، ساعتها الناس بتقتنع وما بيكون استغلال، ويكون فعليا عم بيعرف الجيل القديم على اغاني هذا الفنان وبيرجع بينشر الاغاني. طب هلا يعني كلهجه بدويه، انت اغلب غنائك باللهجه البدويه؟ الاغنيه المحكيه انا بغني الاردنيه البيضاء، اللهجه البيضاء، بس اغاني سميره توفيق لا لها لهجه بدويه. صح. ليش الفنان الاردني مظلوم عربيا؟ يعني ما له انتشار مضبوط او ما له حضور، شو السبب؟ هو يعني مش قصه حضور بقدر بالاردن للاسف، يعني شركات الانتاج مش بغزاره وكثافه بلاد اخرى، يعني بس عندنا كثير كميه اصوات جميله، عندنا موزعين، عندنا الحان حلوه، عندنا كتاب، زائد تراثنا الجميل اللي ست سميره توفيق غنت منه ورفعت اللهجه الاردنيه. فأنا بشوف علي مسؤولية إني أرجع أعيد إحياء كمان هذا التراث وأعرف الجيل بأحلى لهجة عنا. أتمنى لك كل التوفيق. Thank you. شكراً عليك.